بدأنا المرحلة الثانية من عودة الحياة لطبيعتها، وكتار منكم ناطرين هيدي المرحلة. ولكن هل المجتمع الكويتي اليوم بكامل شرائحه قادر يتخطى هيدي المرحلة؟ أو بأيد أنه يتحلى بالصبر لحتى نتخطى المراحل من الجهات المعنية خطوة بخطوة؟ خلونا نشوف شو كانت أجوبة الناس. لا والله شوية صبر أحسن بصراحة، إذا فتحت كلها مع بعض عدم السيطرة والشباب بصراحة لا، الحالة بتزيد ما بتنقص. أنا أعتقد أن المفروض أن إحنا نرد للحياة الطبيعية، لأن الوضع الاقتصادي جدا مزري. في ناس عندها شركات ومرتبطة أنها تبي تدفع رواتب إيجارات، فاللي بصير بصير يعني كاتب الله، بس هي الوقاية المفروضة. أكيد الصبر، لأنه الفيروس أبداً مش سهل. أنا واحد من اللي انصابوا بالفيروس، كان جداً متعب، يعني عديت فترة شهر بالمستشفى. فأنا لا أؤيد أبداً أنه ترجع الحياة طبيعية. والله أنا أؤيد أنها ترجع وكل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. لا بتهيالي أن احنا نستنى خطوة بخطوة يكون أفضل. انا لازم مرحله تانية تفتح عشان الناس تشتغل، الناس تشوف شغلها. انا واحد من الناس مش عارف اشوف شغل، لان اذا انت حكرتيهم من مكان وسويتي لهم حجر العدوى راح تنتشر اكثر. اما اذا طلعتيهم كذي واعطيتيهم الوقايه ان شاء الله ما راح يكونوا بالسليم. لا انا شخصيا انا ايد الصبر، لانه اذا لا سمح الله ان فتحت المحلات وصارت في مشاكل ما تفيد الندامه. مش غريب ابدا اليوم انه نشوف عدد كبير من الناس تؤيد الصبر وانه نتخطى هيدي المراحل خطوه بخطوه. والسبب انه من تقارير سابقه وقت سالنا الناس شو تعلمتوا خلال هيدي الفتره، كان الجواب مجتمع كل الناس بتقول تعلموا الصبر.